فوزي طبعا يعني عمي الفخير، شو شعورك بهاي اللحظات؟ طبعا عمالين بيمثلوا الجريمه اللي صارت. شعوري انا ما بقدرش اصف كلمات، يعني انت شايف كيف الشباب هون، يعني شعور يعني حزن والم وحسره وغضب. نعم، قضية تمثيل الجريمة هذا بأكد انه هني طبعا ارتكبوا الجريمة. اكيد وانا نعم. وفي طبعا اعترافات طبعا كيف انتم بتعرفوا. شو الحيثيات اللحظات الاخيرة في حياة ابنكم؟ شو اللي بتعرفوا؟ انا شخصيا انا من فترة يعني من شهرين ثلاثة ما شفتوش نعم يعني. ولكن كيف العائلة؟ بس انا عرابي كلها بتشهد يعني سيرة العائلة وتاريخ العائلة. نعم يعني خاصة بالجانب شهدنا انه احنا جماعة مسالمين، جماعة يعني كل الوقت يعني محترمين، وهذا يعني بأسوأ الأحلام ما كناش نتأمل أو نتوقع يصل لعنا. نعم، لو تحدثنا عن الساعة الأخيرة قبل وفاته، شو اللي صار؟ كيف استدرجوا الشاب؟ بتعرفوا أنتو؟ أنا كيف قال المحقق بالشرطة؟ نعم، قال لي إنه كان بده يروح عند واحد من المتهمين. نعم، أساس إنه أصحابه إياه. نعم، وأنا بنفسي أنا رحت ثاني يوم. نعم، عند المتهم. نعم، لأنه أصحابه إياه، وكيف قالت له أمه إنه بده يروح لعنده. نعم، ورحت وسألته وإنكر إنه أجى لعنده. وإنكر إنه ما كانش موجود شيلي. نعم، بعد كذا ساعات بعرف بسمع انه هيك صار. نعم، سمعت انت طبعا انه يعني تمت دعوه حدا اجوا على المطعم تناولوا تعشوا. نعم، شو اللي صار؟ احكي لي هاي الامور. سمعت انا بعرف انه كان في عرس لاحد المتهمين. كان في عرس لاحد المتهمين وكانوا موجود غاد، كيف ذكروا لي الشباب انه كان موجود غاد، وراحوا اكلوا مطعم قريب على موقع الحادث. وكيف فهمت انه كله يعني اعتقاد مراهنات يعني. نعم، انه في كان شيء هون عشان يجيبوه لهون. انا مش مصدق هذا الشيء يعني. نعم، حد لسه مش مصدقه. او استدرجوا لهون عملوا له، قال له انه اخذ 200 شيكل، اخذ من امه واشترى لاصحابه. هو دقيقه لاخر دقيقه انا جيت لهون، ما كناش معنا تعرفين على المرحوم، يعني انا ادور بقلب البلد، ما يعني ما كنتش اتوقع يعني 1% او 1 مليون انه ابن اخوي يكون صار فيه هيك. يعني انا لحد هسه مش مستوعب شو صار، يعني بعدني مش مجمع. يعني شو كان شعورك بس عرفت ليش؟ شعور لا يوصف، يعني شعور يعني انفجار بس بشكل. شو رساله بتوجهها لل رسالة الكل؟ لازم تصير هزة أرضية للأباء وللأبناء، إنه يديروا بالنا على أولادهم، يعرفوا وين بيروحوا أولادهم، يعرفوا مع مين بيمشوا، وين بيروحوا، وين بيجوا، المدارس، المثقفين، المجالس، السلطات تهتم. بعد هذا اللي صار أنا حسب رأيي يكون هزة أرضية، إذا ما صارش أرضية لا تعلم الدنيا السلام.